حابين نتكلم معاكم عن حالة كده من الجدل، أثيرت الفترة اللي فاتت على السوشيال ميديا بسبب مسلسل تحت الوصاية واللي بتقوم ببطولته الفنانة منى زكي. طبعا المسلسل ده بيناقش قضية مهمة جدا، وهي الوصاية التعليمية والوصاية المالية اللي بتتم بعد ما الأم بتفقد زوجها وبيكون عندها أولاد وما بتكونش هي الوصي على الأولاد دول. والحقيقة الموضوع غريب جدا، ولكن اتناقش في المسلسل بشكل مبسط كده، وبيوضح معاناة الأمهات اللي بتمر بالظروف اللي زي دي. ويمكن يعني صناع المسلسل سواء المؤلفين خالد دياب واخته شيرين دياب، او حتى المخرج محمد شاكر خضير، وكل طبعا نجوم العمل اللي ظهروا في المسلسل عاملين مجهود حلو جدا جدا جدا، سواء من كتابه المسلسل نفسه والتفاصيل ومناقشه الموضوع من الناحيه كمان القانونيه، ولكن في سياق اجتماعي يقدر كل الناس ان هم يفهموه، او حتى الممثلين اللي قادرين يوصلوا الاحساس وقادرين يوصلوا القضيه. الاطفال اللي موجودين في المسلسل يعني هايلين هايلين، شطار جدا جدا وممثلين بشكل حلو قوي، وتصدقهم وتعيط مع عياطهم وتتاثر بيهم. يعني انا عايزه اقول لك ان انا المسلسل كنت متحمسه جدا ان انا اشوفه، وشفت اول حلقتين وما قدرتش ان انا اكمل بسبب تأثير النفس. الولاد بسبب الولاد، انه بصي تعاطفت معاهم جدا، فحسيت ان انا لا في 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 يعني مش عارف، في ظلم، يعني في ظلم طبعا. بصوا يعني الشق الفني من ناحيه التمثيل والشكل المتكامل اللي قام بيه طبعا، يعني الجزء الخاص من الفنانه منى زكي، وايضا الممثلين اللي شاركوا معاها من خلال المسلسل والعمل، وايضا الاطفال وقال دياب، يعني زي كده ايه منور قالت من شويه، ومحمد شاكر خضير المخرج، شيء مميز جدا ده الجانب الفني. وقد ايه كمان ده شيء محترم جدا لما يوصل ويعلم ويلمس فينا، لما يبقى فيه رساله حقيقيه ورساله واقعيه بتمر بيها بعض السيدات وبعض الابناء، يعني بتبقى مشكلة حقيقية، مشكلة اجتماعية. طيب ايه الموضوع؟ الموضوع ان احنا عندنا في قانون الحالي المستمر اللي احنا لسه ماشيين عليه حتى الان وحتى اليوم، اللي هو قانون الاحوال الشخصية. كان من فترة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان اصدر توجهات ان احنا نعيد صياغة القانون مرة اخرى باشكال مختلفة فيما يناسب يعني جميع الاطراف من الابهات وايضا الامهات وايضا الاطفال والصغار، وده الاهم بالنسبة لنا طبعا. طيب هنا لما بعض الأبهات بيتوفوا وبيرحلوا عن عالمنا، بتواجه بعض الأرامل وبعض الأمهات اللي هي بالنسبة اللي هي بيبقى عندها أطفال، يعني بعض المشاكل من ضمنها إيه؟ لو بنتكلم على الحضانة اللي هي الخاصة بالأم، فالحضانة اللي هي خاصة بالأم دي ده شيء مفروغ منه، بتروح للأم بأشكالها اللي هي اللي احنا عارفينها المعلومة طبعا، بس بنسبة كبيرة بتروح للأم بشكل السبب بتاعها. طيب بنخش على الجزء الخاص بالمال والحاجات الخاصة لو فيها ورث، لقينا ان في بعض المشاكل بالنسبة للوصاية المالية مثلا، ان هنا بتروح للجد مثلا، بتروح لبعض الاشخاص الاخرين اللي هي بعيدة عن الام. هل الام هنا مش عايزة مصلحة ولادها، مش عايزة ان هي تصرف على ولادها؟ اكيد عايزة تعمل ده، وبرضو بيكون في تدخل خاص، يعني لو بنتكلم من الجانب الحسبي اللي هو خاص بالدولة، يعني ان هو ده بيكون شيء خاص بالنيابة، ان هي بتتولى مسؤولية الاطفال من صغرهم والمسؤوليات بتاعتهم، بتديهم الفلوس لو في طبعا فلوس ليهم. لكن هنا القضية نفسها لما اتكلمنا عليها او شفناها ظهرت على الشاشات كده بشكل مبسط من ناحية الدراما، فلقينا ان فعلا دي مشكلة بتواجه بعض الامهات وبعض السيدات بشكل كبير جدا وواضح، ان هم مش عارفين يعملوا بعض الحاجات في حياتهم اللي بتبقى عائق كبير بشكل يعني كبير جدا ليهم، من ناحيه الاجراءات، من ناحيه الفلوس، من ناحيه ان انا اكتر واحده بخاف على اولادي مش حد تاني. اكيد هنا لازم نفكر باشكال مختلفه او بنوعيه اخرى، ان احنا يا جماعه رعايه الاطفال والصغار والامهات ده طبعا يكون في المقام الاول، وفرصه دلوقتي ان احنا لسه موجودين الحمد لله في القانون اللي بيتم تعديله بالشكل الجديد ان شاء الله اللي هنشوفه في الفتره اللي جايه، واللي اكيد هيكون لصالح جميع الاطراف.
اللي هيقلل اكيد من دخولنا لمحاكم الاسره، اللي هيقلل اكيد من بعض المشاكل اللي يمكن بتواجه بعض الصغار، اللي بتواجه بعض السيدات اللي يمكن ازواجها او الارامل يعني اللي ازواجها توفوا، وايضا بعض الرجاله المنفصلين ان هم برضو يكون اكيد ليهم حقوق هم كمان ياخدوها. طيب. قانون شامل وموسع، بس اللي عجبني في المسلسل ده ان هو لفت الانتباه على قضيه هامه جدا، والقضيه دي خاصه بالوصايا باشكالها المختلفه، واكيد ده يعني شيء لازم يطرح بشكل يعني قانوني محترم اكيد ويكون للناس كلها يعني راضيه بيه اكيد.